قامت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية أبو سعادة الكبرى التابعة لمركز كفر سعد. يأتي هذا ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وقد تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين إضافة لتحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإجراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسونار. وتم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية إضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية. القرية هنا بتتبع مركز كفر سعد، ومركز كفر سعد هو المركز المستهدف في مبادرة حياة كريمة في المرحلة الأولى منها. القرية هنا بينطبق عليها معايير إقامة القوافل لأنها بعيدة عن أقرب مستشفى مركزي اللي هي مستشفى كفر سعد المركزي، بعيد بشكل كبير عنها وتعتبر قرية حدودية، فبينطبق عليها معايير إقامة القوافل. القافلة النهاردة فيها 12 عيادة تخصصية، كل عيادة بيكون فيها الطبيب اللي موجود أخصائي أو استشاري، معانا فريق من التمريض والإداريين والفنيين على أعلى مستوى. كل الخدمات اللي بتتقدم في القافله بتتقدم للمريض مجانا، من اول قطع التذكره اللي بتتم للمريض بالرقم القومي الخاص بيه، مرورا بالكشف بالعيادات. المريض بيتوجه للعياده المطلوب الكشف فيها، بعد ما بيقطع التذكره بيقدر يكشف في العياده. لو الطبيب محتاج ان هو يعمل تحليل فبيتم في المعمل اللي فيه اكثر من 40 تحليل ومصاحب للقافله. الحمد لله احنا كشفنا، والحمد لله يعني كانت عامل عمليه فنيه وكشفت الدكتور واخر تمام الحمد لله. احنا بنشكر الكافله اللي جت ابو سعاده الكبيره، وبنشكر الاطباء، وبنشكر العاملين فيه، وناس كويسين ومقابله حلوه ومعامله حلوه كل حاجه، واللي عاوز بيكشف بيكشف، والعظام بيكشف، انف اذن بيكشف، بطنه بيكشف، كل حاجه موجودين، والعلاج موجود وكل حاجه موجوده.